الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله من رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين؟ يا أهل الله مش سلي بس الطيبين، ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أزهر العلماء متى شاهدنا الله، بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم انصر المسلمين، وأعل اللهم شأن هذا الدين. اللهم أيدنا بهذا الدين يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ادفع عنا وعن ديننا والمسلمين البلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم انصرنا على الأعداء، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. ونسألك يا مولانا أن تلحقنا بالسابقين إليك على الإيمان، وأن تجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان بلا سابقة عذاب ولا هوان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. وبعد، فقد قلنا فيما سبق إن حروف الجر لها معان، جاءت هذه المعاني من خلال الاستعمال. وعرفنا أن الحرف وإن كان في ذاته ضعيفا نحيفا، إلا أنه في العطاء قويا، فكل حرف له عدة معان. وقلنا من قبل إن الحرف يحرك المعنى في الجملة كلها، وربما حرك الجملة من الشرق إلى الغرب، كما رأينا في أدوات الاستفهام التي تجعل الجملة الخبرية إنشائية، يعني تحولها من كونها جملة تحتمل الصدق والكذب، صارت بهمزة الاستفهام لا تحتمل. يعني إذا قلنا محمد كريم، وهذا خبر يعني يحتمل إيه؟ الصدق والكذب. فيأتي من يقول هل محمد كريم؟ إذن تحولت إلى جملة إنشائية بسبب إيه؟ هل. ولذلك أنا أقول الحرف وإن كان نحيفا في ذاته
إلا أنه قوي بمعانيه. لذلك نرى في حروف الجر هذا. وكنا نتكلم في من، وقلنا إن من تأتي للتبعيض وتأتي لبيان الجنس وتأتي لابتداء الغاية في غير الزمان وفي الزمان، وتأتي زائدة. فأنت حينما تقرأ في سورة البقرة ومن الناس، يعني بعض الناس، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر ما قص الله علينا من صورة هؤلاء المنافقين. لذلك حينما يقول سبحانه ومن الناس، فمعناه أن بعض الناس هم الذين يفعلون هذا، قلوبهم فيها ما فيها، وألسنتهم أحلى من العسل، ويجلسون مقدمين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا إيه؟ أنفسهم. وهؤلاء عبر عنهم بقوله سبحانه ومن الناس. إذا من تفيد إيه؟ التبعيض. ولذلك الأشموني رحمه الله وكذلك يعني صاحب هذا الكتاب قالوا إن من إذا دلت على البعض حينئذ تعد اسما، لأنها قامت في محل الاسم، والذي يقوم في محل غيره يأخذ حكمه. الذي يقوم في محل غيره يأخذ إيه؟ حكمه. وأستاذي وشيخي محمد يسري سيد أحمد زعير بنى على هذا أن من تأتي كثيرا وتعد اسما، ولذلك في قوله تعالى ومن الناس من يقول، يقول إن من هنا مبتدأ لأنها بمعنى إيه؟ بعض. ولذلك عدها اسما، لأنه في الحقيقة المعاني، وهذه قاعدة، المعاني هي التي تحكم المباني، يعني من القواعد المقررة عند علماء العربية أن المعاني هي التي تحكم إيه؟ المباني. ومن هنا إذا أردنا أن نعرب فعلينا أن نتعرف على المعنى من خلال المبنى، فإذا عرفنا المعنى من خلال المبنى أعربنا المعنى على صحة، أعربنا المبنى على صحة المعنى، أعربنا إيه؟ المبنى على صحة المعنى. لذلك حينما يقول ومن الناس، إذن المعنى إيه؟ بعض الناس. طيب، وجاء قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس فيه شيء من التعميم، وجاءت من لبيان نوع الرجس الذي أمرنا باجتنابه وهو الأوثان الأصنام. إذا من هنا تعد إيه؟ بيانية، لأنها بيّنت ما قبلها بما بعدها، بيّنت إيه؟ ما قبلها. إذا ما قبلها فيه شيء من الإبهام، الرجس هذا فيه شيء من الإبهام لأنه عام، ولذلك لما جاء التعميم فيما قبلها جاء البيان بما بعدها، ولذلك تسمى من هنا إيه؟ بيانية. وأيضا تأتي من لابتداء الغاية، يعني ابتداء العمل الحدث. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا من لابتداء الإسراء، ولذلك يقال من هنا لإيه؟ للابتداء. من لابتداء الفعل وهو الإسراء،
وإلى للانتهاء، إذا دلت من على ابتداء الغاية، وهذا في المكان وأيضا في الزمان، كما في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني بدءا من أول يوم، لأن هؤلاء الناس أسسوه بنيتهم على تقوى الله عز وجل، ولذلك قال من أول يوم. إذا من تأتي لابتداء المكان وتأتي لابتداء الإيه؟ الزمان. وقال أيضا صاحب البيت النابغة قال تخيرنا من أزمان يوم حليمة، يعني من بداية زمن يوم حليمة، وشرحنا هذا البيت فيما سبق ووقفنا عند الزائدة كذلك. طيب نستمع أولا إلى ما قاله الشيخ ثم نأتي بالتعليق. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، قال المصنف نفعل الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين آمين آمين. ومثال الزائدة ما جاءني من أحد، ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين، أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة، الثاني أن يسبقها نفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي، نحو لا تضرب من أحد، والاستفهام نحو هل جاءك من أحد، يعني من تأتي زائدة. أولا ما معنى الزيادة؟ يعني أنها تأتي للتأثير في المعنى دون الإعراب في المبنى. إذا ما معنى الزيادة؟ التأثير في المعنى دون التأثير في إعراب المبنى. إذا ما بعدها يعرب بحسب ما قبلها. ما جاءني من أحد، ما المعنى؟ ما جاءني إيه؟ أحد. إلا أنه أراد أن يؤكد على النفي. إذا من هنا ما جاءت إلا للتأثير في المعنى، وهو التأكيد على نفي المجيء، يعني أي أحد صغيرا أو كبيرا لم يأتي. ولذلك من هنا يقال إنها زائدة للتوكيد على المعنى. إذا زيادتها مهمتها إيه؟ التأكيد على المعنى. ولذلك ما بعدها يعرب على حسب العوامل التي قبلها، يعني عند الإعراب تقول ما نافية، جاء فعل ماض والنون للوقاية، والياء مفعول، والياء إيه؟ مفعول، لأن الياء والهاء والكاف هذه الثلاثة إذا اتصلت بالفعل تعرب مفعولا. إذن هذه الضمائر الياء والكاف والهاء إذا اتصلت بالفعل تعرب إيه؟ مفعولا به، وإذا اتصلت بالاسم تكون مضافا إلى الاسم، تكون إيه؟ مضافا إلى الاسم. يعني حينما أقول كتابي، كتاب مضاف والياء مضاف إليه، كتابك إذن كتاب مضاف والكاف مضاف إليه، كتابه أيضا كتاب مضاف والهاء مضاف إليه. واضح؟ طيب يبقى عندنا إيه؟ الفاعل، لأن الفعل جاء مع المفعول، إذن بقي إيه؟ الفاعل. الفاعل هو أحد، إلا أنه جاءت من قبل الفاعل، إذن يقال من زائدة
لتثبيت المعنى. إذا مهمة من إيه؟ تثبيت المعنى، يعني بدءا ممن يقال له أحد منفي، واضح؟ ثم تقول أحد فاعل وحكمه إيه؟ الرفع. ولكن العلامة العلامة غير موجودة، ولذلك يقال فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن الإعراب يقال فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها إيه؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن حرف الجر احترمنا وجوده لأنه جار، وطالما جاور إكرام الجار واجب، ولذلك من أجل هذه المجاورة حرف الجر جاور الفاعل فنعطيه ما يتناسب معه. المناسب لحرف الجر الكسرة، إذن الكسرة هنا للمناسبة فقط، مناسبة وجود حرف الجر بجانب الاسم، لكن ليست هذه هي الحركة التي نحتاجها هنا. هنا نحتاج إلى ضمة، إذا منع من ظهور الضمة اشتغال المحل بحركة حرف الجر الايه الزائد. العرب كرام حتى في كلامهم، وفي بداية الكتاب قلنا إن الجر أحيانا يكون جرا بالحرف وجرا بالإضافة وجرا بالتبعية وجرا بالمجاورة. جر بإيه؟ وقلنا في هذا ما جاء عن العرب، هذا جحر ضب خارب، هكذا صحت العبارة عنهم، هذا جحر ضب إيه؟ خارب. طيب خارب صفة لإيه؟ لجحر. يبقى كان حقها في الإعراب أن يقال إيه؟ هذا جحر ضب خارب، لأن الخراب وصف لإيه؟ للجحر. إلا أنه جرت الصفة وهي خرب لمجاورة المجرور بالإضافة، هذا جحر ضب، إذن وقعت بجانب ضب، وطالما وقعت بجانب ضب إذن المجاور يأخذ حكم من جاوره، يأخذ حكم إيه؟ من جاوره. نعم، في سورة إبراهيم في نقطة الأعمال الإفراد في يوم اشتدت به الريح في يوم بعضهم قال في يوم عاصف، وهو وصف لإيه؟ للريح. واشتدت به الريح، اشتدت الريح فاعل، إذن حينما قال عاصف وإن كان وصفا للريح إلا أنه يجر لماذا؟ للمجاورة. ولذلك قالوا قد يؤخذ الجار بجرم الجار، يؤخذ الجار بإيه؟ بجرم الجار، يعني جارك مسيء وأنت صالح لكن أنت مجاور، يأخذ هو من حسناته وأنت تأخذ من سيئاته، يعني يأخذ الصالح جرما من هذا الفاسد.
ولذلك مما يروى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يجاوره شاب مخمور، يعني حياته مع الشباب المسيء، يذهب إلى أماكن الشرب وأماكن اللهو واللعب، وكان في كل يوم يأتي متأخرا ويأتي قائلا، يعني يحاول أن يبرر ما صنع، فيقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. يعني أنا شاب من الفرسان، يعني من الذين لهم في الحرب شيء من الفروسية، أقف على الثغور وأقف في الحروب، ولكن أضاعوني. فالإمام الأعظم رضي الله عنه أرضاه كان في كل ليلة يسمعه وهو داخل في آخر الليل، والشباب المستهتر على هذا الحال، ونسأل الله العافية. ففي كل ليلة الإمام الأعظم كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، لأنه كان من أهل العلم الذين اصطفاهم الله عز وجل ليحملوا أمانة القيادة في فقه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان طوال الليل تراه على هذا الحال، هو على كتابه والشاب على شربه، ويأتي في نهاية الليل ويقول هذا البيت. وفي ليلة لم يأتي، فبحث عنه الإمام، فلما علم أن الجند من الشرطة أخذوه ذهب إلى مكان الشرطة وسأل عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قالوا له: يا إمام، هذا شاب فيه وفيه. قال: ولكن هو جاري، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فقال له رئيس الجند الشرطة، قال: سنكرمه لأجلك. إذن هو أكرم لأجل من؟ لأجل الإمام. فلما أخرجه ورأى الإمام ولم ير أصحابه الذين كانوا معه، كل يغني على ليلاه كما يقال، فكان من ورائه على استحياء ولم يستطع الكلام، ففاتحه الإمام، قال: يا فتى، أنت كنت تقول أضاعوني، هل أنا ضيعتك؟ قال: لا والله، وأنا تبت إلى الله ورجعت إلى الله ولن أعود إليهم أبدا، لأنهم فعلا ضيعوه، حتى في وقت الشدة لم يجد منهم أحد. ولذلك هنا في الكلام على نفس السبيل، يعني من إذا جاءت جارة وكانت في موضع الزائدة أيضا جاء الذي بعدها مجرورا لها، وليس مجرورا على أنه تأثر بمن في شكله وفي معناه، وإنما هو متأثر بها في المعنى فقط، والشكل جاء على هذا احتراما لمن، لكنه في موقع المعمول للعامل السابق، يعني العامل السابق إن كان يطلب فاعلا فهو فاعل، مفعولا فهو مفعول، وهكذا. ولذلك يقال من إيه؟ زائدة. فإذا قيل زائدة فمعناه أن الذي بعد من
يعرب على حسب العوامل، يعرب ايه؟ على حسب العوامل. ولذلك شرطوا في زيادة من أن يكون بعدها نكرة، أن يكون بعدها إيه؟ لماذا؟ حتى إذا جاءت من على النكرة الشائعة، لأن النكرة فيها شيوع، جميع الأفراد تدخل تحت النكرة، وجاءت من لتؤكد أن أي فرد من الأفراد تحت هذه النكرة وقع عليه النفي، إذن النفي وقع على جميع الإيه؟ على جميع الأفراد. ما فيها من أحد، إذن أنت نفيت الاستقرار لأي أحد في هذه الدار، ونفيت نفيا مؤكدا. بأي شيء أكدت؟ بمن هذه. إذن من زائدة وتفيد إيه؟ التوكيد. إذن يشترط في من حينما تكون زائدة أن يكون ما بعدها إيه؟ نكرة، وأن تسبق بنفي أو استفهام. قالوا لأن النكرة في سياق النفي أو الاستفهام تعم، إذن من القواعد المقررة أن النكرة في سياق النفي والاستفهام تفيد إيه؟ التعميم. ولذلك سنرى هذا في القرآن، لكن قبل أن ندخل على القرآن يجب علينا أن نفهم بأنه لا يصح ولا يجوز شرعا ولا عقلا أن ينسب القرآن إلى الزيادة، ولا أن تنسب الزيادة إلى القرآن. يعني من القواعد ألا يقال من زائدة في القرآن. ولذلك هذا ما ثبته في أذهاننا استاذنا الدكتور يسري زعير أكرمه الله بالصحة والعافية ونفع به العبادة في كل البلاد. قال: يا أولادي، القرآن ينزه عن قولنا من زائدة، إنما يقال من صلة. من إيه؟ يعني وصلت بالكلام لإفادة المعنى، والمقصود من الكلام إنما هو المعنى. يعني المقصود من طرح الكلام إنما هو المعنى المراد. يعني بالله عليك، لو كان الكلام بلا معنى هل ستكون له قيمة؟ لا. ولذلك الكلام يقصد منه معناه. فنحن حينما نرى من لا تؤثر في الإعراب لا يقال إنها زائدة إلا عند النحاة وفي الكلام الذي نقوله نحن. أما إذا رأيناها في القرآن الكريم فإننا نتأدب مع الله عز وجل ونقول من إيه؟ صلة. إذن وصلت من بالكلام لإفادة المعنى، كما سيأتي في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضور. إذن من هنا أفادت المعنى، أي تفاوت لم يكن في السماوات، أي فطور شقوق لم يكن في السماوات. إذن من هنا وصل بالكلام لتثبيت المعنى وتأكيد المعنى. وأما الإعراب فالأمر فيه ميسور، أعرب كما تشاء. هذه قواعد نحن الذين صنعناها وصنفناها، لكن القرآن منظوم نظما فريدا بدرجة الإعجاز، لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن محكم. هذا ما لابد منه في قولنا زائدة. نعم.
ولا تزاد في الإيجاب ولا يؤتى بها جارة لمعرفة. والله هي زيادتها في الإيجاب ممنوعة، يعني لأن الإيجاب معناه أن الكلام المثبت لا يكون فيه العموم، إلا أنهم وجدوا في كم الخبرية عموما. كم إيه؟ لأن كم تأتي على نوعين، تأتي استفهاما ويستفهم بها عن العدد، كم كتابا اشتريت، كم جنيها معك، كم طالبا، ولذلك تمييزها يأتي منصوبا. لكن تأتي كم بصورة أخرى وتسمى كم الخبرية إذا جاء ما بعدها مجرورا، يعني تقول كم كتاب قرأته. إذن أنت لا تريد الاستفهام وإنما تريد الإيه؟ الإخبار، وتريد التكثير، يعني تريد أن تعرف الناس أنك يعني قرأت كتبا لا تعد. كم كتاب، ولذلك تسمى كم إيه؟ خبرية. قالوا إن من ربما أتت في كم، لكن كم من أي نوع؟ كم الإيه؟ الخبرية. ولذلك تراها في قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات، يعني تركوا كثيرا من الجنات والعيون. إذن من في قوله من جنات صلة، وجنات تميز كم لأنها ليست هنا للاستفهام وإنما هي للإيه؟ للإخبار. يعني الله عز وجل يقول هؤلاء الناس عاشوا عيشة البزخ وعيشة النعمة وكانوا في نعومة، وتركوا كثيرا من الجنات والعيون بعدما عذبهم الله عز وجل بكفرهم. لأن الله يعطي للعبد من عطائه ليرى شكر العبد على نعمه، فإذا رأى المولى عز وجل أنه لم يشكر سلبها منه، فإذا دام على كفره عذبه. هذا ما رأيناه في الإجاب في هذا الموضع فقط. إذن هي لا تزاد في الإجاب، هذا هو الأصل، ولكن يستثنى من هذا الأصل ها كم التي تكون إيه؟ خبرية. نعم يا سيدي. ولا تزاد في الإيجاب ولا يؤتى بها جارة لمعرفة. ولا يؤتى بها جارة لمعرفة، لأنها لا تكون زائدة إلا إذا كان الذي بعدها إيه؟ نكرة. وأنا قلت لكم السر في وجود النكرة أن النكرة إيه؟ تعم شائعة، ولهذا تأتي هنا في هذا الموضع زائدة أو صلة في القرآن. نعم يا سيدي. فلا تقول جاءني من زيد. يعني بالله عليك لو قلت جاءني من زيد ما الذي يفهم؟ هذا كلام ممجوج. أنت تقول ما جاءني زيد، لأنك نفيت المجيء عن إيه؟ عن واحد هو يعني سيأتي بقدمه دون يده حتى يعني يتأتي بمن هو زيد بكامله، إما أن يأتي وإما أن لا يأتي. ولذلك من لا تأتي زائدة وبعدها معرفة، لا هي تأتي زائدة إذا كان بعدها إيه؟ النكرة، إن النكرة تشيع. طيب. خلافا للأخفش، وجعل منه قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، وأجاز الكوفي. الأخفش يعني ربما نظر إلى قوله ذنوبكم من ذنوبكم أن النكرة أضيفت إلى ضمير،
والمضاف إلى معرفة حكمه إيه؟ أنه معرفة. لكن بدا لي أن من دخلت على النكرة قبل الإضافة، إذن هنا نكرة ودخلت من على هذه النكرة ثم أضيفت النكرة، إذن على هذا الفهم يقال إن من هنا وصلت بالنكرة التي كانت في الأصل على التنكير ولم تصبح معرفة إلا بالإيه؟ بالإضافة. ولذلك حينما وصلت من بقوله من ذنوبكم وصلت بالذنوب، لأن الأصل فيها أنها الأصل في الكلمة أنها إيه؟ نكرة، ولم يأتي التعريف عليها إلا طارئا. إذن التعريف إيه؟ طارئ. الأخفش تمسك بهذا وقال يعني تزاد من في المعرفة وجاء بهذه الآية، لكن كما فهمنا نقول المعرفة هنا ليست معرفة بذاتها، وإنما المعرفة هنا طارئة عليها، لأن الأصل في الكلمة ذنوب، وذنوب نكرة أم معرفة؟ نكرة. وحينما تضاف هذه النكرة إلى معرفة إذن يطرأ عليها التعريف، إذن التعريف ليس أصلا، وإنما التعريف إيه؟ طارئ. والشيخ الخضري عليه رحمة الله الذي صنف الحاشية، حاشية الخضري هنا في الجامع الأزهر، يعني يعلق بهذه التعليقات ويقول يعني العبرة بالأصل وليس بالطارئ، العبرة بالإيه؟ بالأصل، وأما الذي طرأ على الأصل فلا عبرة، فلا عبرة به. إذن حينما يقال من ذنوبكم إذن نقول الأصل أن الكلمة كانت إيه؟ نكرة، فلما أضيفت تعرفت، إذن الإضافة هنا ليست أصيلة وإنما الإضافة هنا إيه؟ طارئة، والعبرة بالإيه؟ بالأصل. نعم. سورة البقرة ويكفر عنكم من سيئاتكم نفس الحكاية. طب ولماذا لا يقال بأنها للتبعيد؟ لكن المولى عز وجل كريم لا يكفر البعض، تكفر الكل. لكن ولا لاحظنا أن في سورة الأحقاف على أرض الذكر والشيطان لهم كانوا كفر أصلا فالإسلام يجب ما قبله. نعم. في سورة البقرة هم جاء في معرض أعطاء الصدقات يعني، لكن إن يتب جميع الذنوب، لكن الصدقة قد تغفر بعض الذنوب ولا تغفر. يعني نحن على كل حال نتعامل في المعنى من خلال المقام، والمقام هنا لله، وإذا كان المقام لله فهو أكرم الأكرمين. ولذلك هنا يعني من جاءت للتوكيد على أن ما بعدها في الدائرة العامة، والله كريم يكفر ذنوب العباد إذا هم أقبلوا عليه، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. فيعني قول الأخفش ومن كان على سبيله يعني نظر إلى هذه الإضافة، ونحن نقول إن الإضافة هنا هي التي جاءت بالتعريف ولكن الأصل التنكير. نعم يا سيدي. وكان زيد من هذا تطلق على مجموعة، اسم يطلق على كل مجموعة يعني مسؤول نعم. فسأله بعض القرآن هل جاءك زيد؟ قال ما جاءني من زيد. هذا مقام آخر، أنك جعلت زيدا نكرة، يعني حولته من معرفة لواحد إلى كلمة أطلقت على أكثر من واحد، إذن أنت نكرتها أولا، فلو نكرتها صح أن تأتي من يعني عندك مثلا فصل بالكامل كلهم زيد، يعني أنت انتقيت من اسمه زيد في العالم وجعلت منهم فصلا، إذن صارت كلمة زيد هنا نكرة لأنها لم تطلق على واحد، أطلقت على 30،
فحينما تقول ما جاءني من زي، إذن أنت هنا أدخلت من على إيه؟ على نكرة. والمقامات هي التي تحدد الإيه؟ الأحكام. تفضل يا سيدي. وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها، ومنه عندهم قد كان من مطر، أي قد كان مطر. الكوفيون يعني كما قلت من قبل مدرستهم على مقابل في مواجهة مدرسة البصرة، ولذلك دائما كان البصريون إذا قالوا شيئا وقف عنده الكوفيون وحاولوا أن يبحثوا على شيء يعارض البصريين حتى تكون مدرستهم لها يعني ما يجعلها لها سمة ولها صفة. ولذلك لا بد من أن يكون ما قبل من منفيا أو مستفهما عنه، يقول لا تأتي في الإجاب أيضا، ويأتون بمثل. طيب هذا المثل لو كان مثلا واحدا سيكون شاذا، لذلك البصريون لم يقفوا مكتوفين وإنما أتوا بما قاله الكوفيون ووقفوا عنده، جاءوا بأمثلة من العرب وأخذوا من الشاذ قاعدة، يقولون لهم لا يؤخذ من الشاذ تقعيد، وإنما الشاذ عندنا يكون خارجا عن القاعدة فهو محفوظ ولكن لا يقاس عليه. وهذا هو الذي جعل مدرسة الكوفة في مواجهة مدرسة البصرة. وعلى كل حال شكر الله سعيهم جميعا لأنهم أفادونا، وكل ما قالوه جمعه ابن مالك والحمد لله، وجاء الذين جاءوا من بعدهم وأخذوا كل الثمرات التي كانت من مدارس النحاة، خصوصا مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، وجاءوا بكل هذه الثمرات وجعلوها في الكتب التي بين أيدينا. وعلى كل حال القرآن حكم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بيان. فضل يا سيدي. قوله للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا، يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام، والأصل من هذه الثلاثة إلى، فلذلك تجر الآخرة وغيره، نحو سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه، ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر، فقوله تعالى سلام أو متصلا بالآخر، إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر، كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، ولا تجر غيرهما، فلا تقول سرت البارحة حتى نصف الليل نصف الليل. واستعمال اللام للانتهاء قليل، ومنه قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى. طبعا طالما قلنا من للابتداء إذن لابد أن يكون للانتهاء حرف الانتهاء إلى. إذن أنت تقول سرت من، لابد أن تقول إلى. إذن البداية من والنهاية بإيه؟ بإلى. ولكن هناك من يكون في موقع إلى، وهي حتى واللام. ولذلك قال الأصل من هذه الثلاثة إلى، ولذلك إلى تجر الغاية، سواء كانت الغاية هي الآخر أو الغاية قبل الآخر، لأن غايتك قد تكون في الآخر، يعني في آخر الطريق آخر الحدث، سرت من البيت إلى الكلية، لكن توقفت في منتصف الطريق فتقول سرت من البيت إلى منتصف الطريق ونزلت لقضاء بعض المصالح كذا كذا. إذن معنى هذا أن إلى لأصالتها تجر الآخر وتجر ما قبل الآخر، هذا في إيه؟ في إلى.
لأن الحرف إذا كان أصيلا نرى له اختصاصات ليست لغيره، والحرف إذا كان محملا على غيره كان ضعيفا، لأن الضعيف هو الذي يحمل على إيه؟ على غيره. فالأصل إلى. وأما حتى واللام فهي بمعنى إلى، إذن هي محملة على إيه؟ على إلى. ولذلك نرى أن حتى لا تجر إلا الآخر، يعني إلا ما كان واقعا في الإيه؟ في الآخر. أكلت السمكة حتى رأسها، يعني إلى إيه؟ إلى رأسها. أكلت البطيخة إلى آخر قطعة فيها مثلا. إذا معنى هذا أن حتى لا تجر إلا ما كان نهاية وآخرا. واللام أقل. إذن بهذا التدرج الأصل إيه؟ إلى. بعدها حتى مفرعة عليها، ومنه قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، وهذا في ليلة الإيه؟ القدر. أن الله عز وجل أراد أن يكرم العباد من أمة سيد السادات صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم هذه الليلة لتكون بمثابة عبادة 1000 شهر، وهذا تكريم لأمة رسول الله صلوات الله عليه، لأن أعمارهم قصيرة، يعني 60 سنة، 70 سنة، 80، من وصل إلى 90 صار يدعو الله أن يختم له بالخير، وصل إلى 100 كان شاذا يحفظ ولا يقاس عليه. هذا إذا وصل للمئة. هناك واحد من العلماء الآن موجود من علماء كلية أصول الدين عنده 300 بعد 100 الآن ويحاضر، إلا أنه أصبح الآن لا يرى بعينيه ولا يسمع بأذنيه، وإنما له عقل يشرفه دائما بطرح العلم. من عدى 20 بعد 100. نعم. من هو عدى 20 بعد 100. وعالم؟ لا، لكنه في الله شديد. طيب، هذا يعني أعده الله لشيء. يعني لكن الذين كانوا من قبلنا كانوا يعيشون بمئات السنين، وبنص القرآن سيدنا نوح عاش يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني الدعوة كانت 1000 سنة. هل نزل من بطن أمه يدعو؟ لا، عاش قبل الدعوة كما ورد في الحديث 250 عاما، وعاش بعد الطوفان 250 عاما، يعني عاش 1000 عام ونصف، نصف 1000 إلا 50. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلوات الله وسلامه عليه أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك. قل من يجوز ذلك، يعني الذي يتخطى 70 هم أقل الذين كانوا معه، يعني الذين كانوا معه مات أكثرهم، وما تخطى 70 إلا القليل. فأراد الله عز وجل أن يكرم الأمة بعرض الزمان لا بطول الزمان. ليس لنا في الطول، إذن لنا في الإيه؟ في العرض. فأعطانا الله ليلة في العام، لو رضي الله عن عبده في هذه الليلة لأعطاه عبادة 1000 شهر. يا سلام، يعني لو أنه رضي الله عنه في 10 أعوام فقط، إذن سيكون قد عاش أكثر من 1000 عام يعبد الله عز وجل. وهذا تكريم لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في هذا حديث أو أحاديث في هذا المعنى في سورة القدر. فالمولى يقول هذه الليلة
التي أرضى فيها عن عبادي هذه الليلة هي ليلة القدر وهي سلام كلها حتى مطلع الفجر، يعني إلى إيه؟ إلى مطلع الفجر إلى آخرها. ونسأل الله أن تكون لنا، فهو سبحانه أكرم الأكرمين. طيب، هذا كله في الحروف التي للانتهاء، للانتهاء حتى ولام وإلى. طيب، يعني في النظم كان حقه أن يقول للانتهاء إلى وحتى ولام، لكن التفعيلات تختل، ولذلك لما ضاقت التفعيلات قدم حتى، مع أن حتى بعد إيه؟ بعد إلى، واللام تأتي في الإيه؟ في النهاية. إلا أن من يرى الواو، الواو لمطلق الجمع، الواو تفيد إيه؟ مطلق الجمع، يعني الذي بعدها قد يكون متقدما وقد يكون متأخرا. في قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى، يعني يجري إلى نهاية أجله المسمى، إذن اللام هنا تفيد إيه؟ الانتهاء. إذن لأجل اللام للإيه؟ للانتهاء، وليست للتعليل، وليست للإيه، وإنما المقام يفيد أن كل إنسان أو كل شيء في الكون في الأرض وفي السماء يجري في مجراه إلى أجل مسمى ينتهي عنده، ومسمى اسم مفعول، إلى أجل سماه الله وحدده الله وقدره الله، فإذا جاء الأجل انتهى العمل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. إذن اللام هنا تفيد معنى إيه؟ إلى. إذن اللام للانتهاء أيضا. نعم يا سيدي. لماذا لم تكن حتى؟ نعم، لماذا لا تكون حتى؟ الفرق بين حتى و ما احنا قلنا إن حتى أيضا تفيد معنى الانتهاء وهي أقوى من اللام. قليلا يعني تستعمل، يعني استعمالها عند العرب في معنى الانتهاء قليل، لأنها في الأصل للتعليل، يعني سيأتي إن شاء الله أن اللام في أصلها للإيه؟ للتعليل، لكن قد تأتي لمعنى إلى، يعني تفيد إيه؟ الانتهاء، ولكنه ليس كثيرا في كلام العرب، وإنما هو قليل. وعليه جاء قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى. نعم يا سيدي. ويستعمل من والباء بمعنى بدل، فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلكم. يعني عاد مرة إلى من التي شرحناها، وقال إنها تفيد معنى البدلية، يعني من معاني من أنها تفيد معنى إيه؟ البدل. ورأوا هذا المعنى في قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، المعنى إيه؟ بدل الآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم. يا سلام، انظروا معنى ثقلتم. الكلمة تفيد أن الذي يأخذ الأمر على غير ما يرضيه يقوم وهو متثاقل، يعني وهو على هيئة الكسلان، ثقلتم إلى الأرض. فيقول المولى عز وجل موبخا لهم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الإيه؟ بدل الآخرة. وهذا لضعف إيمانكم بالله ورسوله، لأن الإنسان حينما يكون قويا في إيمانه ويعلم أن الآخرة آتية وللآخرة خير لك من الأولى، حينما يرى عملا ينفعه في الآخرة يقوم متوثبا قويا
لأنه يريد أن يأخذ الآخرة. فهؤلاء الذين ضعف إيمانهم كانوا إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله تكاسلوا وتثاقلوا، فوبخهم رب العالمين: أراضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة؟ فجاء في موضع بدل بكلمة إيه؟ من. إذا من تفيد إيه؟ معنى البدل. وأيضا جاء قوله تعالى على هذا المعنى: ولو نشاء لجعلنا منكم، يعني بدلكم، ملائكة في الأرض يخلفون، يعني يخلفون المولى عز وجل في الأرض، يعني نحن جعلناكم خلفاء الله في الأرض لتعمروا الأرض. ولو نشاء الجعل، لو أراد الله عز وجل أن يجعل في الأرض ملائكة ليعمروها لفعل، وهو على كل شيء قدير، لا يقع في ملك الله إلا ما أراد، ولو أراد لكان، ولكن الله أرادنا أن نكون على أرض الله ليرى فينا من يعبد الله على حبه، أن الله لا يريد من العباد أن يكونوا يعني منقادين مجبرين، لا، الله يريد منا أن نكون مختارين وأن نكون محبين لرب العالمين. فأكرمنا بوجودنا في أرضه وهو ربنا، وأنعم علينا بنعمه حتى نتعرف عليه من خلال كرمه، فإذا عرفناه بكرمه أحببناه، وإذا أحببناه عبدناه. ولو شاء الله لجعل في مكاننا ملائكة، والملائكة معروف عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن في قوله ولو نشاء لجعلنا منكم، إذن من بمعنى إيه؟ بدل، يعني بدلكم. هات البيت. وحكم الشاعر: جارية لم تأكل المرقق ولم تذق من البقول الفستق، أي بدل البقول. هو يعني يمدح هذه الجارية ويقول إنها مشغولة بالعمل، لم تأكل المرقق. المرقق هو الخبز الذي نأكله نحن الآن، هذا هو المرقق، يعني يرقق ويدور. هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للمترفين، مترفون هم الذين يأكلون المرقق، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يأكل القديد الخشن. أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، قيل هو اللحم المقدد، وأيضا العيش إذا يعني جاء على حال القديد يعني مقدد. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، لقيمات يقمن الصلب يكفيه. فهو يقول هذه الجارية بدوية لم تعرف هذا العيش الخبز المرقق، ولم تذق من البقول، يعني بدل البقول الفستقى، يعني تأكل البقوليات التي تنبت في الأرض، يعني ما كان من حشيش الأرض يسمى البقر. لكن الفستق هذا طعام أهل الترف، فاكهة أهل الترف. قال: لا لا، هي لم تبدل البقول بإيه؟ بالفستق، يعني هي امرأة بدوية، والمرأة التي عاشت على البداوة لا تحب العيش في الترف. ولذلك حينما تزوج سيدنا معاوية بامرأة كانت من البدو، وجاءت ووجدت الخدم والحشم، ووجدت يعني المطابخ من حولها، ووجدت نفسها يعني إذا نامت من حولها الخدم، وإذا تيقظت من حولها من يقوم على السير معها. لا لا لا، ولذلك يعني قالت كلاما في هذا المعنى كثيرا، وأنها لا تريد
أن تكون على هذه الحياة. سيأتي لها أخبار إن شاء الله تعالى. أيها سيد تفضل. ومن استعمال الباء بمعنى البدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر النعم أي بدلها. النعم هي الإبل، حمر النعم يعني الحمر من الإبل التي هي من أحسن الإبل عند العرب. وما يسرني بها يعني ما يسرني بدلها، حمر النعم يعني على ما أذكر أن الحديث جاء في الأعمال الصالحة وفي الصلاة، لأن العبد إذا كان من المصلين وكان من الذين يتجهون إلى ربهم بأعمالهم وأقوالهم في كل أحوالهم، فركعة الفجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خير من إيه؟ من الدنيا وما فيها. فحينما يقول ما يسرني بها أي بهذه الصلاة حمر النعم، يعني ما يسرني أن يكون لي بدلها حمر النعم. وهذا ما يدل على أن المعاني أقوى من المباني. وقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، يعني ليت لي بديلا عنهم، يعني قومي هؤلاء ليسوا بأهل إغارة وليسوا بأهل فروسية ولا حرب، فأنا أتمنى أن يكون لي بديلا عنهم من يكونون من أهل الإغارة، وأن يكونوا من الأبطال الذين يغيرون والذين يعتمد عليهم في الحرب وفي درء العدو. إذن الباء هنا جاء بمعنى إيه؟ بمعنى بدل. نسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا مبدلة بأحسن ألوان الحياة التي يرضى بها المولى تبارك وتعالى. اللهم حول حالنا وبدل حالنا إلى أحسن حال، إنك مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأصهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا وش حنصف وكفينا. الله الله يا رحينا على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا أهل الله مشتاق لنسهة طيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرعوا المتاهة.